مع اقتراب العام الدراسي الجديد تغمر الشوارع السورية مشاعر فرحة الأطفال بالأجواء الدراسية، ويقابلها قلق الآباء في توفير احتياجات أبنائهم من الأدوات الدراسية. اللي مو موظف شو بيعمل بحاله؟ مثل حكايتي خمس أولاد عندهم، هي كمان لازم تاخدوها بعين الاعتبار. الأسعار بالنسبة لأسعار المواد الغذائية بنلاقيها مو شيء يعني، أما خمس أطفال إذا كل طفل بده 100,000 فأنا بدي 500,000. وفي هذا العام ارتفعت أسعار المستلزمات الدراسية مثل حقائب الظهر بأكثر من الضعف، بينما ارتفعت أسعار بعض الأدوات المدرسية بنسبة 70% عن العام الماضي، وهو ما دفع بعض أصحاب متاجر مستلزمات المدارس إلى تخفيف الأعباء عن الآباء بمنحهم خصومات. نحن كمحلات يعني مختصة بالقرطاسية عم نعمل عروض لكافة شرائح المجتمع. عنا عروض هلأ خاصة 40% للجمعيات الخيرية، للجوامع، للمدارس، للمدارس الخاصة اللي هي بتوزع القرطاسية للطلاب، لحتى يعني نقدر نساعد كل الفئات. أكثر من 90% من السكان السوريين يعيشون تحت خط الفقر، بينما العملة المحلية في حالة سقوط حر، وذلك لما يعانيه الاقتصاد السوري منذ سنوات بسبب الحرب والفساد، بالإضافة إلى جائحة فيروس كورونا.